مقهورين مقهورين من طرف المسؤولين نستوزك هذه الحالة يا صاحب الجلالة ومقهورين مقهورين من طرف المسؤولين نستوزك هذه الحالة يا صاحب الجلالة يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار يا للعار المدرسة في خطر المدرسة في خطر السجير وحط سجير ولا إصلاح لا تغيير لا إصلاح لا تغيير أنت أستاذ كي تشوفوا حنا راه هادشي ديما عايشينو عايشين من التلامذة ولا متشردين شي تيقرا شي ما تيقراش الدراري الصغار كاملهم تحت ما قاعد في حالته الدولة كتدعي لنا الدري ما تطلعو بشرد ولا أشنو يا نقراو كم يا ما نقراوش كيفاش بغيتي الاستاذ ما تعطيش خصو تعطي حقه باش يعطي التلميذ حقه وهذا الشيء راه ما خصوش يبقى على هذا الحال انا كنوجه رسالتي للملك الوزاره ما باقي دارت معنا حتى شي حاجه حنا بغينا ولادنا يقراو الوزاره دير معنا حل هذا الشيء راه ماشي معقول الدراري كلهم مشردين كتلقى الزناقي فيها الدراري فيها البنات اصلا التعليم عندنا في المغرب زيرو وكمل دابا بهذا الشيء اللي كاين راه عينا وحق الله الا عينا راه شنو غنديرو غنوقفو غنديرو الشغب غنغوتو غيدار شي حل عاد ما غتغرق كثر اللهم الانسان يدير الحل انا كنوجه نداء للملك يدير معنا حل ويشوف الشعب كيضايع انا اب الطفل كيقرا في هذه المؤسسه اللي سميتها ابي هريره اللي كتواجد في مراكش العزلي اللي بغينا نوصلو هو بغينا نوصلو لكم صوتنا انكم تشوفوا شي حل لهذه المؤسسات اللي ساده راه تقريبا قريب نكملوا دابا شهر ومازال ما كاين حتى شي حل اطفال كيجريو في الزناقي في الدروبه الديور غير جالسين ما تيديروا والو راه هادشي ماشي معقول انا تيبان ليا شوفوا شي حل مع المعلم مع الاستاذ الحكومه تجلس تحاور يشوفوا شي حل لان تتبان ليا ما بغيناش نفقدوا الثقه في المدرسه العموميه هاد العامين اللي دازت صراحة انا كنت من الناس اللي مش كنشجع المدرسه العموميه خرجت ولادي من 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 التعليم الخاص جبتهم للتعليم العمومي اللي انا قريت فيه وكبرت فيه يعني وقراونا وزرعوا فينا مبادئ زرعوا فينا شي حوايج اللي انا ماشي تنضرب المدرسه الخصوصيه وانما المدرسه العموميه كتبقى الام كتبقى المدرسة اللي كتهيئ الأجيال كتدير فينا الروح الوطنية الروح المواطن كتخلق المواطن المغربي حنا الصراحة بغيناكم تشوفوا شي حل جلسوا أطابل هضروا لقاو شي حل باش حتى حنايا نرجعوا ولادنا يقراوا هذه وقفة الثانية اللي كتشنها الجمعية ضمن واحد المسلسل نضالي شناتو الجمعية بوقفة يوم 7 نوفمبر هذه الوقفة الثانية فيها تدرج على مستوى النضال الوقفة الأولى كانت على مستوى مدرسة أبي هريرة هذه الوقفة الثانية تأتي على مستوى مجموعة من المدارس المجاورة التي تنتمي للحوض ديال أزلي نقول كفى من هدر الزمن المدرسي نقول نطالب الحكومة بإعادة تلاميذ لقاعة الدرس لأن غير قاعة الدرس فهناك المجهول هناك الشارع والشارع تعرفون أنه ربما يدفع بهؤلاء التلاميذ إلى ما لا تحمد عقبة نقول كفى من هدر الزمن المدرسي للتلميذ نقول أن العام ما بقى فيه والو كفى توقفت الدراسة أكثر من شهر ونصف ونتمنى أن يتم فتح باب الحوار بين الوزارة وبين الأساتذة المعنيين من أجل التوصل إلى حلول ترضي الطرفين ويعود التلاميذ إلى قاعة الدرس وشكرا وقفتوها